أسعد الله أيامكم مشاهدينا الكرام، وكل عام وأنتم بخير. حلقة جديدة من تحت الضوء، نسلط فيها الضوء اليوم على موضوعين. الأول تصريحات زعيم حزب الدعوة نور المالكي والإطار التنسيقي الموالي لإيران، التي قال فيها أن عودة بعض المطلوبين تمت وفق السياق القانوني، في إشارة إلى عودة علي حاتم سليمان، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة جديدة لتأجيج الفتنة باستهداف الأنبار هذه المرة. نضع أيضا تحت الضوء دلالات هذه التصريحات مع استمرار حالة الانسداد السياسي وعدم التوصل لتشكيل حكومة جديدة في العراق. أما الموضوع الثاني، بعض النواب الذين جاءوا بصفة مستقلين الذين لا يحضرون بالجلسات الفيصلية مثلما توصف والمتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية، في حين يتساءل المراقبون لماذا شاركوا في الانتخابات إذن التي رفضها الشعب بالأساس، إذا كانوا لا يتحملون أي مسؤولية ولا يتحملون أيضا مسؤولية الاختيار تحت قبة البرلمان. سنناقش إذن هذين الموضوعين مشاهدين الكرام، وسيكون ضيوفي في هذه الحلقة عبر سكايب الأستاذ عبد القادر النايل، الباحث والمحلل السياسي. كل عام وأنت بخير أستاذ عبد القادر النايل. أهلا وسهلا بكم، وكل عام وأنتم بخير لكادر قناة الرافدين ولإدارتها ولمشاهديكم الكرام ولعموم الشعب العراقي. أهلا بك، كل عام وأنت بخير. وأيضا الأستاذ بهاء خليل الكاتب والصحفي العراقي، أرحب بك وكل عام وأنت بخير. مساء بحضرتك، كل عام وأنت بألف خير والشعب العراقي بألف خير يا رب. أهلا بكما ضيفي الكريمين. إذا بالبداية مشاهدينا الكرام، نشاهد هذا التقرير الذي عده الزميل قاسم جاسم. مع استمرار حالة الانسداد السياسي وعدم التوصل لتشكيل حكومة جديدة في العراق على الرغم من مرور عدة أشهر على الانتخابات، فإن الجهات المتصارعة للحصول على أكبر قدر ممكن من المناصب والمكاسب تستخدم كل ما لديها من إمكانيات للوصول إلى أهدافها، وإن كلف ذلك إشعال الفتنة من جديد والخوض في دماء العراقيين. زعيم حزب الدعوة نور المالكي المعروف بتأجيج الفتن وإذكائها قال إن عودة بعض المطلوبين تمت وفق السياق القانوني، في إشارة إلى عودة علي حاتم السليمان، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة للتنصل من الضجة التي أثيرت بشأن موقفه من عودة الأخير إلى العراق، مضيفا أن الدعاوى لم تسقط وأن قضية عودة بعض المطلوبين تم تسييسها، مشيرا إلى أن المطلوبين العائدين لديهم نفوذ في الأنبار وسيؤثرون على التحالف الثلاثي. من جانبها تواصل إيران ضغوطها على القوى المتحالفة مع الصدر بهدف تفكيك التحالف الثلاثي وإنقاذ حلفاء طهران المتمثل بالإطار التنسيقي بحسب موقع ميدل إيست آي. ولم تتوقف إيران عن مساومة أربيل على وقف تحالفها مع الصدر مقابل دعوة الميليشيات المتحالفة مع الحرس الثوري بتخفيف الضغط والهجمات الصاروخية، فضلاً عن عرضها تقديم المساعدة في الحصول على المزيد من المناصب الحكومية العليا وفقاً لمسؤولين أمريكيين. سفير إيران السابق لدى بغداد حسن دنائفار قال إنه أجرى محادثات مع المسؤولين في كردستان العراق، فيما أفادت مصادر سياسية أن مهمة دنائفار الجديدة كانت لبحث كيفية معالجة تداعيات الضربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة على أربيل، إضافة إلى محاولة إحداث شرخ في التحالف الثلاثي. المالكي الذي يتزعم الإطار التنسيقي الموالي لإيران والذي سلم مدينة الموصل لداعش من قبل، يحاول تأجيج فتنة جديدة ومن نوع آخر في الأنبار، في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار صوب الدور الذي ستلعبه الأطراف الخارجية في رسم خارطة التحالفات بين الكتل والقوى السياسية في العراق خلال المرحلة المقبلة، لا سيما الدورين الأمريكي والإيراني. إذن أبدأ معك أستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ عبد القادر، تصريحات المالكي بعض المراقبين يصفها أنها محاولة لتأجيج الفتنة في الأنبار بعد ما قام من قبل بتسليم الموصل إلى داعش وما تلاها من أزمات ونكبات مرت على العراق، ترى هذه التصريحات الأخيرة بأي إطار تضعها؟ تحية لك ولضيفك الكريم، وكل عام وهو بخير. من المعلوم تماما أن المالكي لن يبرح ما دام موجودا في العراق، سواء كان على سدة الحكم أو على غيرها
لأنه مأزوم نفسيا وسياسيا في إشعال الأزمات، وبالتالي ما يحدث في العراق هو بقيادة الدولة العميقة التي يملكها المالكي لا زالت. وبالتالي حقيقة المالكي عندما الآن يكشر عن أنيابه ويحاول خلط جميع الأوراق، وهذا الهدف الأساسي الذي سعى إليه منذ توليه السلطة عام 2006 إلى يومنا هذا، لأنه حقيقة يعني ساهم في كثير من عمليات انتهاكات حقوق الإنسان وقتل العراقيين، وبالتالي هذه القضية أصبحت استراتيجية في سياسته. فلذلك المالكي يسعى بكل جهده لإثارة الفتن في العراق، وهو كان بطلها الحقيقة في عملية ما جرى في العراق من أحداث كبيرة، ربما أشرتم إلى دخول داعش في الموصل، لكن وقبل ذلك اغتيال العلماء. ويكليكس قالت أن المالكي كان له يد كبير في تسهيل عملية اغتيال العلماء العراقيين. ولكن هنا لا بد من تصويب بعض الأمور المهمة في ما جرى من تصريحات المالكي، من مجموعة تصريحات كبيرة وخطيرة كان يفترض أن ترصد، وبالتالي لو كان هناك ادعاء عاما لأصدر مذكرات أو لأقام دعوة باسم الشعب العراقي على نور المالكي بصريح العبارة، لأنها اعترافات. ومن قبله أيضا تصريحات قيس الخزعلي الذي ينبغي أن ترصد أيضا، والذي اعترف اعترافا رسميا بأنه أرسل 90% من ميليشيات العصائب تقاتل في سوريا، ولا يوجد قانونا في العراق يبيح أن يرسل عراقي للقتال في دولة أخرى، وبالتالي كان أيضا يفترض أن تصدر عليه مذكرات قبض. وبالتالي ما طرحه النور المالكي يؤكد على أنه بيده تسييس القضاء والقرارات التي طرأت، فهو يصدر أوامر قبض ومن ثم يستطيع أن يحل هذه الأوامر، بمعنى أن عملية إرجاع بعض المطلوبين للحكومة هو في حقيقة الأمر أن هؤلاء ليسوا مطلوبين. إذا ما جئنا إلى توصيف القانون لهم، هؤلاء جرى عملية إصدار مذكرات قبض عليهم سياسية، كما صدر على آلاف ومئات العراقيين بهذا الإطار، وكما لوحق كثير من العراقيين ولا زالوا يحرمون من مستمسكاتهم الثبوتية لنفس الغاية. لذلك إذن القضية تتعلق بأول اعتراف للمالكي أن القرارات التي صدرت هي ليست حقيقية، بدليل أنهم عادوا وبالتالي لم يسجنوا وتم تسوية ملفاتهم. إذن ما صدر من ملاحقات على هؤلاء كان سياسية، وعلى هذا الأساس فإنه ينبغي أن ترفع جميع الدعاوى الكددية التي استهدف بها المالكي خصومه، وبالتالي أراد أن يبعد الجميع عن المشهد السياسي في العراق، وهذا حقيقة ما يقتضي من تسوية عادلة للجميع. عندما يتحدث عن أن يعني أن هذا ممكن أن يكون له نفوذ في الأنبار وسيؤثر على التحالف الثلاثي، وأن هذا الموضوع وهذه القضية أو عودة هؤلاء هو أمر مسيس، يا ترى ما هي الورقة التي تلعب من قبل الإطار التنسيقي من خلال هذه النقطة؟ ما الهدف؟ ما الغاية؟ الهدف الأساسي بالتأكيد هو عملية تفكيك التحالف الثلاثي الذي يقوده الصدر من أجل انتزاع الدولة العميقة من المالكي. ونحن أمام شهرين فاصلين، الشهر الخامس والشهر السادس. إذا لم تذهب إلى تسوية أو تنفع الجهود الدولية بالضغط على التسوية، فإننا أمام حقيقة انهيار حقيقي للعملية السياسية أقل تقدير، أو للدولة العميقة، خلنا أقول بهذا كذا صريح العبارة، نحن أمام انهيار دولة المالك العميقة. وبالتالي بالتأكيد أمام ولادة شيء جديد، وهذا الولاد له مخاض، وبالتالي هناك كثير من القلاقل الأمنية والفوضى التي سيشهدها العراق، وهو بطل ويدفع بها الإطار التنسيقي والمالكي. لذلك من هنا عملية تصفية بعض القيادات المطلوبين بمذكرات سياسية وإرجاعهم هو ليست لسواد عيونهم أو لأنهم يريدون رفع الضيم عنهم أو الظلم الذي لحقهم بسبب هذه المذكرات الباطلة، إنما لأنهم لديهم موقف سياسي من الذي يسيطر على محافظة الأنبار وهو الحلبوسي، وبالتالي يجري عملية إعادة فقط الذين يناوئون الحلبوسي من أجل وجود بيئة داخلية ضاغطة يجعل من الحلبوسي يلتجئ إليهم أو ربما يترك تحالف الثلاثي وينسحب منه، وهذا ما يطمحون إليه من خلال قصف أربيل المتكرر بالصواريخ. يعني عندما تم قصف المصفى يوم أمس بصواريخ وأخرجتها من العمل، حقيقة هو الغاية منها هذا الأساس، يريدون أن يجعلون في هذه النقطة. أستاذ عبد القادر اسمح لي أن أتحول بسؤال الأستاذ بهاء خليل. أستاذ بهاء، يعني إلى أي مدى تتوقع ربما أن تنجح إيران في تفكيك التحالف الثلاثي؟ هناك يعني أمران مهمان، أمر تسييس القضاء
والذي تحدث عنه الأستاذ عبد القادر على لسان المالكي. يتحدث المالكي هو نفسه ويقول بأن هذا أو هذه القضية تم تسييسها. ترى القضاء من جهة وأيضا من جهة أخرى القصف الصاروخي لأربيل، ترى من وجهة نظرك يعني إلى أي مدى تتوقع أن تنجح إيران في تفكيك التحالف الثلاثي؟ تحياتي لحضرتك يا أستاذ سمير وإلى ضيفك الكبير الكريم، وكل عام وأنت بخير. وأنت بخير. الأوراق اللي حاليا تستخدمها التحالف الثلاثي هي معتمدة على تمسك قوة هذا التحالف بالتحالف اللي موجود بينهم، يعني بين الأكراد وبين السنة وبين التيار الصدر. لكن الضغوط التي تمارسها قوى الإطار التنسيقي بدأت تتشعب. في البداية كان هنالك موضوع اكتمال النصاب داخل البرلمان وتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية وبالتالي تعطيل تشكيل الحكومة، كانت تلعب بهذا الورقة. لما لاحظوا بأنه التحالف الثلاثي، وعلى لسان كثير من أعضائه أنه التحالف الثلاثي قوي ولا يمكن أن يتفتت، بدأت القوى الإطارية بدأت تستخدم أوراق بديلة. من هذه الأوراق البديلة هي ورقة إعادة المطلوبين. هذه الورقة اللي تم استخدامها الهدف من عندها الضغط على السنة تحديدا، ومثل ما فضل السيد عبد القادر اللي لديهم خصوم مع المالكي، العفو مع السيد الحلبوس. هؤلاء الشخصيات الذين عادوا والذي ممكن أن يعودوا في المستقبل، ملفاتهم حسب تصريح السيد المالكي هي ملفات سياسية، وتم إبعادهم عن المشهد السياسي بتهم كيدية وغير موجودة على أرض الواقع. وبالتالي عادتهم بهذه الفترة بالتحديد هي محاولة للضغط على الحلبوسي واستخدام ورقة إعادة الانتخابات. هذه الورقة اللي حاليا يهدد بها الإطار التنسيقي قوى التحالف الثلاثي، لأنه إعادة الانتخابات ستعني زوال قسم كبير من المقاعد التي حصل عليها تحالف تقدم أو عزم في المناطق بين قوسين السنية، وبالتالي خسارة ما كسبوه في انتخابات تشرين 2021. من جهة أخرى هو يحاول الضغط على الأكراد من الناحية الأمنية بالاستهداف المتكرر، مرة من قبل الجانب الإيراني بالصواريخ بعيدة المدى، صواريخ باليستية، ويوم أمس شاهدنا قصف المصفى. هذه ملفات أيضا من ناحية التهديد الأمني في سنجار وغير سنجار، كلها محاولة ضغط على الإقليم أو على قوى الحزبين الموجودين في الإقليم، أو حزب البارتي تحديدا لأنه هو اللي متحالف مع السيد الصدر، يحاولون الضغط عليه لتفتيت هذا التحالف. هذه الأوراق الآن إحنا أمامنا باقي تقريبا 8 أيام على نهاية مهلة مقتدى الصدر. يوم أمس أكو تصريح من بعض النواب المنتمين للإطار التنسيقي ذكروا به بأنه التحالف الإطار التنسيقي مع جلسة البرلمان الأخيرة كان يمثل الثلث المعطل، أو هم كما يسموه الثلث الضامن، لكن الآن تجاوز عدد أفراد النصف زائد واحد. لا أعلم جدية هذا التصريح إذا كان هو حقيقي أم وهمي، لأنه إحنا شاهدنا في الجلسة البرلمانية الأولى لما جمعوا تواقيع وقدموا على أساس أنهم ثلث، بعض النواب تبرؤوا من هذا التوقيع وقالوا أن التوقيع مزور، وبالتالي العدد اللي قدموه هو عدد غير صحيح. هذه الأساليب اللي يتبعها الإطار التنسيقي هي أساليب ما قبل رفع مستوى المواجهة مع التيار الصدري أو مع قوة التحالف الثلاثي. طيب اسمح وأنا لي. أتوقع نعم تفضل ماذا تتوقع أستاذ؟ أنا أتوقع أنه لن يصل الإطار التنسيقي إلى أي جدوى مما يفعله حاليا، لأنه كل الأدلة تشير إلى ثبات التحالف الثلاثي حتى الآن وبقائه صامدا أمام كل هذه الأفعال. نعم أستاذ بهاء، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ عبد القادر، من وجهة نظرك يعني بلا شك أن هناك أوراق يتم لعبها ويتم استخدامها في ميدان هذا الصراع بين الأحزاب والقوى السياسية، يعني بالتأكيد هناك أطراف خارجية لها دور فاعل وكبير في رسم خارطة التحالفات السياسية في العراق يعني منذ عام 2003 وحتى الآن. بعد 8 أيام تنتهي المهلة التي أعطاها الصدر للإطار التنسيقي، ترى
ما الذي تتوقعه؟ معلوم تماما أنه عملية طريق اللا عودة بين الإطار والتيار قد وصلت إلى مرحلة الفصل النهائي، لأنه المنافسة أصبحت صفرية، والتيار الصدري ومقتدى يعلم إن تم الخنوع للمالكي فإنه سينتهي مشروعه السياسي في المستقبل، لأن المالكي والإطار التنسيقي سيعملون على تفتيت التيار الصدري بطريقة بشعة، لذلك هم يعون هذه الخطورة، فلذلك لن يرضخوا إلى قبول المالكي معهم. ومن ثم إصرارهم وإصرار من معهم وهم 200 صوت والظفر بالصبر لوصول المستقلين الذين هم ليسوا مستقلين بالأصل إلى أن يلتحقون بجلسات البرلمان سيفضي إلى عملية عزل الإطار التنسيقي أو عزل المالكي تحديدا، يعني القضية تتعلق بالمالكي لأنه هو المسيطر الفعلي على الدولة العميقة. لذلك حقيقة تصاعد الأزمات وعملية صناعة الزعامات الوهمية في الأنبار وفي محافظات أخرى هو كله يهدف حقيقة إلى إنشاء مشروع جديد إيراني تهدف إلى دعمه إيران، ولذلك الآن يجري يعني صناعة بعض بقايا الصحوات أو ربما مراهقين مثل يعني ابن عبد الستار أو غيره، يراد صناعته من ميليشيات حزب الله للوصول إلى إذا كانت هناك نية من التحالف الثلاثي لحل البرلمان، وهذه القضية موجودة على جدول أعماله بطريقة قوية لأن الانسداد وصل إلى مرحلته. لكن هناك توقعات أخرى تشير لنا بعض المصادر على أن هناك مناقشات جدية في داخل الإطار الثلاثي تفضي بأنه يتم التصويت على إقالة الوزراء وتبديل الوزراء ومن ثم إقالة المدراء العاميون ووكلاء الوزراء ورؤساء الأقسام وخصوصا مديري القانونية والمالية، لأن هؤلاء الجهتين القانونية والمالية هي التي تسيطر على الدولة العميقة في كل وزارة، إذا تم استبدالهم من قبل التحالف الثلاثي وهي من ضمن صلاحياتهم البرلمانية وبالأغلبية البسيطة والإبقاء على الكاظمي، فإن هذا حقيقة سيجعل المالكي والإطار يتسولون في ضربة قاسية لهم في عملية تشكيل الحكومة إذا ما جرى تأجيل. يا ترى أستاذ عبد القادر، لماذا ذكرت القانونية والمالية؟ هل الأمر هذا يتعلق بملفات فساد بالتأكيد؟ ما هو الذي يسيطر على العمود الفقري لأي وزارة لا يمكن للوزير ولا لأي قسم آخر أن يحرك الوزارة إلا بهذه المديريتين، المالية والمال هو الذي يحرك الوزارة والقانوني هو الذي يشرع جميع المخالفات والفساد ويغطي على جميع العقود. لذلك حقيقة المتصرف الفعلي لكل وزارة هو مدير عام التخطيط القانونية ومدير عام المالية، لذلك هؤلاء هي الدولة العميقة التي يسيطر عليها المالكي، فلذلك حقيقة إذا جرى عملية استبدالهم مع استبدال الوزراء وهي من ضمن صلاحيات التحالف الثلاثي ولا تحتاج إلى الأغلبية البسيطة مع إبقاء الكاظمي وتأجيل ملف انتخاب رئيس الجمهورية لأن ثلثين، حقيقة سيفضي إلى ضربة سياسية قاسية للمالكي وسيجعله من الذين يتسولون سياسيا. لذلك الأوراق الذي يستخدمها أنا في نظري ليست ذات جدوى، لأنهم يعلمون تماما حتى الشخصيات الذي جرى إعادتهم إلى المحافظة، تسوية ملف رافع العيساوي، علي الحاتم، غيره، ربما آخرون في المستقبل، تبقى شخصيات لا تمتلك القاعدة الكبيرة على التأثير، لأنه أولا لا وجود الانتخابات حالية، وأنه تقدم أو التحالف السيادة يمتلك 40 مقعد، وبالتالي هؤلاء ليسوا ضمن طار 40 حتى يمكن سحب من عندهم. لذلك حقيقة القضية تقتضي بأن هذه الأوراق مجرد شوشرة إعلامية، وبالتالي أيضا هناك وعي موجود في هذه المحافظات من زعماء قبائل ومن شخصيات فاعلة اجتماعية حقيقة طوقت كثير من هذه الأزمات. تبقى أن هناك بعض المراهقين يعني الذي تستخدمهم ميليشيات حزب الله وبعض بقايا ما يسمى العشائر المتصدية للإرهاب، هؤلاء الذين حقيقة يعني أعداد أفراد لا يفعلون شيء سوى أنهم سيكونون مخبرين لحزب الله أو ذريعة لتواجد ميليشيات حزب الله في بعض مقراتهم. هذه القضية حقيقة نعم ستفضي إلى بعض الاغتيالات، بعض التهديدات، بعض إرباك الوضع، لكن في نهاية الأمر لن يجدي نفعا بهكذا استراتيجيات، لأن إيران أيضا بدأت تتخلى عن المالكي تدريجيا من خلال تولي دنائي مسؤول الملف العراقي أو تغيير السفير الجديد يعني كاظمي حقيقة الذي هو كان الذراع الأيمن لقاسم سليماني في إنشاء جماعات الاغتيالات. هذا كله حقيقة سيلقي بظلاله على سحب هذه الميليشيات الولائية لصالح إيران
وبالتالي إذا ما كانت المصلحة تفضي إلى عزل المالكي سيذهب الإيرانيون إلى عزل المالكي. طيب. وهنا حق رسائل موجودة، يعني بعض المصادر رشحت على أن هناك رسائل إيرانية وصلت للصدر تفيد أنهم ليسوا متمسكين كثيرا بالمالكي أمام بعض المصالح التي يريدونها، وبالتالي الصدر أيضا جاهز لتحقيق هذه الملفات أو هذه المصالح إذا ما ضمن أنه هو الذي سيقود، لأن الأطراف جميعا لا تريد مصلحة العراق، إنما تتنافس على حظوظها الشخصية والحزبية من أجل تأسيس عملية أو حكومة تابعة لها وسرقة المال العراقي، وبالتالي يبقى العراق على ما هي عليه، لأن الخاسر الكبير هو سيبقى الشعب العراقي. لذلك حقيقة أقولها عبر منبركم أن العراق ينتظر صيفا ساخنا، وأتوقع أن جميع هذه الإرهاصات ستولد أو ولدت حقيقة حراكا بدأ من شهر رمضان ويتعمق أو يزداد أكثر في الأيام القادمة، ونحن أمام مطلع صيف 2022 ستكون تظاهرات كبيرة للشعب العراقي، وبالتالي سيتفاجأ بها الجميع. طيب أستاذ عبد القادر، تتوقعون أن تكون هناك تظاهرات عارمة في العراق؟ أستاذ بهاء، يعني نتحدث عن أطراف خارجية فاعلة، يعني مثل يعني الدور الأمريكي الذي لا يقل شأنا عن الدور الإيراني في العراق وبموازاته. ذكرتم أن هناك مؤشرات على بقاء التحالف الثلاثي وأن هناك مؤشرات قوة، يا ترى يعني كيف ترى الموقف الأمريكي من هذه الأزمة السياسية أو الانسداد السياسي الذي استمر لفترة طويلة، والذي توقع الأستاذ عبد القادر أن يكون هناك أيضا مرحلة فيها يعني انهيار نوعا ما، أو فترة اغتيالات أو فترة تفجيرات، وخصوصا مع انتهاء هذه المهلة، هل سيكون هناك دور أمريكي في العراق له بصمة فيما يخص هذا الصراع بين القوى السياسية أو الأحزاب داخل العراق؟ أنا أعتقد بأن الإدارة الأمريكية الحالية، وكل ما معروف للجميع بأن الإدارة الأمريكية الحالية هي أضعف إدارة مرت على الولايات المتحدة الأمريكية منذ إنشائها، هذه الإدارة الآن منشغلة بالشأن الداخلي وموضوع ارتفاع الأسعار الذي بدأ يؤثر على شعبية بايدن والديمقراطيين بصورة عامة، وبين موضوع القضية الأوكرانية والحرب الروسية الأوكرانية، الإدارة بينهم وبين الناتو ومشاكلها والمشاكل المتعلقة بموضوع انضمام السويد والدنمارك وغيرها والنرويج إلى الناتو وكثير من الأمور الدولية وأيضا مشاكلها مع الصين. لذلك موضوعها موضوع العراق أنا أعتقد أنه مؤجل حاليا بالنسبة لها إلى ما بعد استلام السفيرة الأمريكية الجديدة في بغداد موقعها ورد فعل الإدارة الأمريكية على ما يجري أو ممكن أن يعني ماذا يمكن أن يفعل أمريكا. أمريكا حاليا كل ما يهمها فقط هو بقاء الوضع على ما هو عليه ومحاولة حماية قواتها وقواعدها اللي موجودة في العراق من الضربات الصاروخية اللي تنفذها الميليشيات أو إيران إن حدث شيء في الاتفاق النووي. يعني هذا اللي هو جل اهتمام الإدارة الأمريكية حاليا. أما أنه تتدخل، ممكن أن تتدخل من ناحية حماية أقليم كردستان، لأن مصالحها في أقليم كردستان تفوق كثيرا مصالحها في باقي المحافظات. ويوم صباح اليوم كان هنالك استنكار شديد من السفارة الأمريكية حول قصف أربيل. أربيل تمثل قاعدة خلفية للقوات الأمريكية الموجودة في العراق، وكنا شاهدنا لما تعرضت قاعدة عين الأسد إلى ضربات بالصواريخ البالستية انتقلت الإدارة الأمريكية ونقلت أغلب عناصرها المهمة إلى أربيل، ونقلت أيضا قواعد صواريخ الباتريوت لحماية قواتها اللي موجودة في أربيل. هذه التصرفات تدل على أن الولايات المتحدة لا تفكر في التدخل حاليا، وإنما تركت الأمر للسفيرة الأمريكية الجديدة اللي ستستلم المنصب. وبعض المحللين بصراحة هم اتفقوا على أنه لن يكون هنالك أي انفراج للأزمة السياسية إلا أن يتم استلام السفيرين منصبهم، السفير الإيراني الجديد والسفير الأمريكي الجديد. هذا دليل على أن الأمر ليس بيد هذه القوة إطلاقا، الأمر هو عبارة عن صراع داخلي صراع خارجي بين إيران والولايات المتحدة داخل العراق. هذه الأطراف هي تمثل العصا التي يقاتل بها الإيرانيون والأمريكيون داخل العراق. العراق تحول إلى ساحة حرب مفتوحة بين هذه الأطراف، وهذا ما جعل
انه القرار ليس قرارا عراقيا حتى من ناحيه التحالفات، لان الاطار التنسيقي لو اريد تاخذ خطوه لن يتخذ خطوه بناء على قرارة نفسه، لا سيعود الى ايران، وايران هي اللي من توجهه، وبالتالي بعض القوة وحتى من الكرديه او السنيه تعود الى الاداره الامريكيه وحتى ممكن الى دول الجوار لاتخاذ موقف محدد. هذه الامور معناها بالمجمل، معناها بالمجمل بان الوضع في العراق حاليا ممكن انه بالايام القادمه انه يتطور. التطور اللي ممكن ان يحصل ممكن من ناحيتين، مقتدى الصدر مثل ما تفضل الاستاذ عبد القادر، موضوع الشارع، مقتدى الصدر يمتلك قاعده شعبيه كبيره، بامكانه ان يستخدم ورقه الشارع، وايضا بامكانه ان يستخدم ورقه حل اعاده الانتخابات. الاطار التنسيقي يعتقد بانه التلويح بإعادة الانتخابات قد يهدد التحالف الثلاثي ويؤدي إلى تفكيكه، لكن هي ورقة إعادة الانتخابات أيضا يمكن أن يلعبها مقتدى الصدر. بالتالي طبعا أستاذ بهاء، يعني هناك دور تلعبه الأطراف الخارجية منذ احتلال العراق عام 2003، والتي تترك بصماتها يعني على العراق، على خارطة التحالفات السياسية، خارطة تحالفات القوى السياسية داخل العراق، وستظهر ربما أيضا نتائج أو بصمات لهذه الأصابع للأطراف الخارجية على المرحلة المقبلة أيضا. إذا اسمح لي والمشاهدين الكرام أن نأخذ فاصل قصير ثم نبدأ بالقسم الثاني من هذه الحلقة. مشاهدين الكرام ابقوا معنا. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى القسم الثاني من هذه الحلقة، حيث إن بعض النواب الذين جاءوا بصفة مستقلين لا يحضرون بالجلسات التي توصف بالفيصلية أو الجلسات الرئيسة المتعلقة مثلا بانتخاب رئيس الجمهورية، في حين يتساءل المراقبون لماذا شارك هؤلاء في الانتخابات. إذن هذه الانتخابات التي رفضها الشعب جملة وتفصيلا، إذا كانوا لا يتحملون مسؤولية الاختيار أو التصدي تحت قبة البرلمان. أتوجه بالسؤال الأول للأستاذ عبد القادر النايل في هذا الموضوع. أستاذ عبد القادر، يعني موضوع النائب المستقل، ترى هذا الأمر يعني موجود في جميع دول العالم، نواب مستقلون، ولكن في العراق ماذا تحمل هذه الكلمة من معنى؟ هل هناك فعلا نواب يتمتعون بصفة الاستقلالية في العراق؟ يعني أم هي مثل ما يرى الكثير من المراقبين أو للشأن العراقي أنها أصبحت متنفسا للأحزاب القابضة على السلطة في العراق؟ كيف تنظر إلى موضوع النواب المستقلين؟ أكبر أكذوبة شهدتها العملية السياسية منذ 2003 إلى 2022 هي كلمة النائب المستقل. طيب، هذه حقيقة لا وجود لها في العملية السياسية، وبالتالي هم لا يسمحون أصلا بالرأي السياسي، كيف يسمحون بالنائب المستقل؟ هو خارج قبة البرلمان عندما يتكلم وينتقد أطراف أو طرف أو جسم سياسي لا يريد حتى العملية السياسية ولا مزاحمتهم فيها، هم يلاحقونه ووصل إلى المرحلة الاغتيالات وإلى التهجير وإلى الاعتقالات، فكيف يسمحون أن يكون داخل برلمانهم نائبا مستقلا؟ ثانيا، جميع هؤلاء حقيقة هي واجهات لأحزاب سياسية أرادوا من خلالها كسب أصوات جديدة، وبالتالي مزاحمة أيضا بحجة المستقلين، حتى إذا كان هذا الحزب لا يحصل على نسبة تأييد كبيرة في عملية تزوير الانتخابات، فإنه يمكن تزوير الانتخابات أو إقناع بعض
مشاركين بالانتخابات بأن هذا الشخص من عشيرة أو من اتجاه آخر مستقل، وبالتالي يشحذ همم أصدقائه وغيره حتى يقولون أن هناك عملية مشاركة في الانتخابات. والواقع الميداني بعد هذه الانتخابات وفرز ما لا يقل عن 40 نائبا تحت اسم حركات مستقلة يؤكد تماما على ما نقوله، بدليل علاء الركابي الذي يتبجح دوما بأنه ممثل لثورة تشرين، ولما طالما أعلنوا في بيانات رسمية ومن ساحة الناصرية الذي هي مسقط رأس علاء الركابي بأنه لا يمثل ثورة تشرين، وقلناها قبيل الانتخابات وبعد الانتخابات أن هذا الشخص مرتبط ارتباطا وثيقا بالأحزاب السياسية. يوم أمس يعني قبل عدة أيام هو يتناول الفطور فقط من دون الجميع مع سرايا السلام في سامراء، هذا يؤكد تماما، وهي ميليشيات تابعة لمقتدى الصدر، يؤكد على أن هذا من صنعته صنعه التيار الصدري، بدليل أنه يحضر جلسات الذي يدعو إليها التيار الصدري ولا وبالتالي يناكف الإطار التنسيقي. النواب الآخرون الذين صنعهم الإطار التنسيقي هم على نفس الشاكلة، فهم لا يحضرون عندما يقاطع الإطار التنسيقي جلسات البرلمان، هذا يؤكد على عدم استقلاليتهم وتبعيتهم لهذه الأحزاب بشكل واضح تماما. لذلك حقيقة هم واجهات لأحزاب، وبالتالي يمارسون كلمة المستقل زورا وبهتانا من أجل حقيقة إيحاءات أن في العملية السياسية ديمقراطية وأن هناك نواب ليسوا منتظمين ضمن هذه الأحزاب التي تسيطر على العملية السياسية. سابع قادر، ترى لماذا لا تحكم بقانون يعني هذه الأمور، سواء الحضور تحت أي صفة، لماذا لا تحكم بقانون؟ القانون هذا يعاقب الذين لا يحضرون. لأن العملية السياسية أولا هي مبنية على مزاجات أحزاب وليس على قانونات. أين قانون الانتخابات الحقيقي الذي يخضع إلى إرادة الشعب؟ وأين قانون لم تشهد العملية السياسية عدة تنقلات من القائمة المغلقة إلى القائمة الذي مفتوحة بيد رئيس القائمة إلى القائمة المتعددة إلى الآن ما يسمى بالدوائر المتعددة، كلها مفصلة على مقاسات هذه الأحزاب التي ولدت في مجلس الحكم ولادة بول بريمر. بالتالي هم لا يسمحون أن تكون هناك قوانين نافذة حقيقية لعملية ديمقراطية سياسية. ثانيا، أين قانون الأحزاب وتمويل الأحزاب؟ إلى هذه اللحظة لا يوجد هناك أي طرح. ثم ما هو قانون ومعيار النائب المستقل أو الحركة المستقلة حتى يتم حقيقة زجها؟ هذه كل قوانين قبل الانتخابات. ثالثا، ما هي قوانين النظام الداخلي إذا تغيب عضو البرلمان بغض النظر سواء كان مستقلا أو مندرج تحت حزب؟ ألا يوجد يعني حتى المدارس الابتدائية يوجد فيها مدة قانونية إذا غاب الطالب عنها يفصل، فكيف المفروض بمؤسسة تشريعية هي الأول كما يدعون وهي التي تقود البلد لأنها النظام في العراق نظاما برلمانيا؟ ألا يوجد هناك قانونا يحدد بعدد جلسات يفصل النائب؟ الكل يعلم أن كثير من النواب في دورات سابقة لم يحضروا ولا جلسة واحدة، حتى ترديد القسم لم يتم حضورهم، ويمنحون الامتيازات المالية وهم مسجلون برلمان ويأخذون حقوقا تقاعدية. لذلك غياب القانون هو ديدن هذه الأحزاب السياسية لأنها لا تريد أن تكون هناك قوانين منتظمة يعني تشرع لعملية حقيقية من خلالها يتم تشكيل أحزاب وقانون ينتظم فيه دوام البرلمان، وبالتالي يجبر الجميع على الانضواء تحت القانون حتى إذا كانت هناك تفلتات هناك مسطرة يمكن أن تضبط الجميع. طيب سعد القادر، أستاذ بهاء، يعني من خلال الأتيان بمرشحين تحت صفة أنهم مرشحون مستقلون ولكنهم ينتمون إلى أطراف أو جهات بعينها، يا ترى هل سوف يحصلون على المزيد من المقاعد وبالتالي فسوف تصب هذه المسألة في صالح الأحزاب والمكاسب السياسية؟ هي بالحقيقة ليست لزيادة المكاسب السياسية، هي في الحقيقة محاولة خلق صورة للديمقراطية الوهمية اللي جاءت بها الولايات المتحدة الأمريكية للعراق. هذه العملية السياسية اللي ينقصها الكثير من المقومات الديمقراطية ومقومات العملية السياسية في أي بلد من العالم، يحاولون أنه إدخال المستقلين أو ما يسمى بالمستقلين واللي هم أنا أعتبرهم هم الخط الثاني للأحزاب. هذه الشخصيات لو جئت بحثت عن تاريخها أو حتى عن واقعها الحالي، بعض النواب اللي يعتبر مستقل خرج للإعلام ويقول أنا مستقل لكنني منتمي إلى عصابة الحق، ينظرون إلى معنى الاستقلالية
بمنظار فقط هم يروه، لا يروها احد غيرهم. هذه الاستقلاليه في نظرهم هي محاوله لكسب ود الشارع العراقي وود الناخب العراقي لا اكثر ولا اقل. هم بالحقيقه لا يوجد مستقل في العراق. جميع الحركات هناك سؤال استاذ بهاء يعني يرد على بال كل عراقي، يقول بان هؤلاء النواب اليسوا عراقيين؟ اليس من الحري بهم ان يكونوا بخدمه المواطنين؟ ترى لماذا يتغيبون عندما يؤمرون ان يتغيبوا؟ لماذا لا تكون عندهم شعور بالمسؤوليه تجاه هذا الشعب الذين يدعون انهم منتخبون من قبل هذا الشعب؟ وبطبيعه الحال والحقيقه ان الشعب لم يعترف بهذه الانتخابات شكلا ومضمونا. ما هو السر في عدم شعور هؤلاء بالانتماء للعراق؟ هي ممكن تكون هي يعني دخولهم بالعمليه السياسيه اساسا او بالمعترك السياسي، دخولهم ليس من اجل مصلحه الوطن اصلا ولا مصلحه المواطن او مصلحه الناخب. دخولهم للعمليه السياسيه يا اما هو تنفيذ الاجندات اللي يتبعوها للاحزاب اللي يتبعوها او لاطماع ماديه. احنا نعرف انه مغريات الامتيازات النائب البرلماني حسب اللي موجود حاليا والمعمول به حاليا تعطيه امل بانه سينتقل من مرحله الى مرحله. يشارك في العمليه السياسيه في الانتخابات ويدعم من قبل حزب حتى وان تخلى عنه الحزب، وراح ياخذ راتب تقاعدي الى نهايه عمره ما بعد نهايه الدوره الانتخابيه. حضوره الى داخل يعني وجوده في داخل مجلس النواب هو مرتبط بالحزب اللي رشحه او بالحزب اللي يقف خلف ظهره باعتباره انه هو مستقل. بالتالي يجب ان يلتزم باوامر الحزب. وهذه الشخصيات المستقله او ما يسمى بالمستقله اللي دخلت في العمليه السياسيه هي مرهونه بقرارات الاحزاب اللي تتبع لها، وبالتالي ليس لديهم اي سلطه على انفسهم، يعني هم لا يحضرون بارادتهم ولا يتغيبون بارادتهم. يتم امرهم يحضرون، لا يتم امرهم بعدم الحضور لا يحضرون. الامر كله يتعلق ب يعني حلقيه الاحزاب هذه اللي موجوده. يديرون العمليه الانتخابيه كما يشاؤون، يضعون في منطقه شخص مستقل اذا كانت الناخبين اللي موجودين في تلك المناطق لا يؤيدون هذا الحزب، وحصلت في الناصريه كثير من هذه الامور في الدوائر الانتخابيه. يضع شخص على انه هو مستقل، لانه نعرف احنا في ثوره تشرين لم يتبقى اي مقر للاحزاب اللي موجوده في السلطه في الناصريه، كلها تم تدميرها ورفض الشارع الناصري هناك رفض وجود هذا المقر المقرات، وبالتالي تم احراقها. نعم عفوا، اسمح لي انتقل للاستاذ عبد القادر. استاذ عبد القادر، هناك غول كبير عملاق في العراق لا ينتهي، وهو عبارة عن عجلة فساد، الفساد فساد المال السياسي يعني هنا تحديدا. من وجهة نظرك يعني عندما تتحدث النائبة في البرلمان السابق عن التيار المدني شروق العبايتي وتقول إن المال السياسي يتم توظيفه من أجل يعني الزج بأطراف على أنهم مستقلون ولكن يتم إغراءهم عن طريق المال لكي يكونوا إلى جانب أو صف جهة معينة سياسية، هنا المال السياسي إلى أي مدى يستخدم في تشكيل الخارطة السياسية في العراق لصالح الأحزاب؟ أولا دعني أقول لك أن هؤلاء لا ينظرون إلى العراق، وأقصد جميع النواب مستقليهم وأحزابهم، لا ينظرون إلى العراق كعراق، إنما ينظرون إلى أحزابهم أنها هي العراق، وهذا حقيقة فرق كبير تماما. لذلك هم يرون أن ما استجابتهم لأحزابهم بعدم الحضور في البرلمان والتغيب هو تنفيذا لأن العراق في هذه القوقعة الصغيرة التي مسمى بحزبهم أو الشخصية التي يتبعونها. ثانيا، المال السياسي يلعب دورا مهما في عملية تقديم الرشاوى لصعود بعض النواب إلى قبة البرلمان، وبالتالي للسيطرة على الوزارات، ومن ثم كل هذه الأموال التي تدفع هي عبارة عن كمبيولات وصكوك موقعة لتلك الشخصيات، يتم حقيقة تسليمها بعد تولي منصبا تنفيذيا للحزب من خلال تسخير أموال هذه الوزارة أو المديرية لصالح هذا الحزب، وبالتالي هنا يخضع الفساد. لذلك القضية قضية مشاركة وقضية تبادل أدوار
لذلك هم يجنون هذا المال الحرام والسحت الذي يؤكل من أموال العراقيين، من أموال الأيتام، من أموال الفقراء، من قوت العراقيين الذين وصل بهم الحار إلى 40% تحت خط الفقر، وأصبحوا في الأعياد يذهبون إلى يعني أماكن لا تليق بهم لأخذ لقمة العيش لأنه لا يوجد هناك غذاء. هذا المال حقيقة يسرقونه جهارا نهارا، وبالتالي يتم توظيفه لاختيار شخصيات. لذلك العملية عملية أن هذا المال أولا يتم استغلاله من أجل ديمومة هذا الحزب في شراء بعض المناصب، ولذلك الآن يجري عملية بيع الوزارات. لا يوجد هناك حتى في داخل الحزب الواحد، يعني الشخص منتمي لهذا الحزب وحصة هذا الحزب 6 وزارات، هذا الشخص لا يتم استلام الوزارة قبل أن يدفع مبلغا معينا، هذا المبلغ هو يذهب ويستحصله من الوزارة لاحقا. المهم أن الحزب يأخذ هذا المال. لذلك توظيف المال السياسي المسروق من ميزانية العراق هو الأساس في عملية اختيار وتشكيلة ليست الخارطة السياسية في العراق، إنما الخارطة الانتخابية وخارطة الأشخاص الذين يتواجدون تحت قبة البرلمان والمصادر أو المواقع التنفيذية في الحكومة، لأن الخارطة السياسية هي تتفق عليها دول راعية للعملية السياسية لا زالت تحتل العراق، منها الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، والاحتلال الإيراني الذي وصل إلى ذروة الاستيطان وهو يبحث عن استيطان كامل في العراق. لذلك مع تدخل طفيف لبعض دول الجوار، لكن حقيقة تلك الدول متحكمة تحكما في إنتاج الخارطة السياسية في نهاية المطاف. أما المال ويتحكم بإيجاد الشخصيات ويتحكم بتوازن عدد المقاعد حسب سعر المقعد الذي يطرح في كل دورة انتخابية. نعم أستاذ بهاء، يعني لمواجهة المرشحين المنبثقين من ساحات الاعتصام بالثورة السلمية استخدمت الكثير من الأساليب في سبيل الحفاظ على المكاسب السياسية والمصالح للأحزاب القابضة على السلطة في العراق، ولكن يا ترى هذا الأمر هل سيدوم من وجهة نظرك؟ لا طبعا بالتأكيد، هذه الأحزاب حتى وإن كان حزب منبثق من تشرين عندما يدخل بالعملية السياسية ويشارك بعمليات الفساد فيعتبر هو حزب ضد الشعب، حتى لو كان واحد من الأحزاب المشتركة في تشرين. تشرين لا تمنح يعني صك الغفران لأي شخص يسرق البلد أو يتدخل يكون مشارك بالفساد اللي موجود. أي نائب بالبرلمان صعد إلى البرلمان في هذه الدورة أو من الممكن أن يصعد في المستقبل في حال لو تغيرت الانتخابات وصعدوا نواب جدد، أي شخص يدعي أنه من تشرين وممثلا عن تشرين أو أنه ناخبيه هم عبارة عن متظاهري تشرين، بمجرد أن تتلطخ أيديه بالفساد وباللعبة السياسية اللي موجودة حاليا على مصلحة الشعب العراقي فستسقط الورقة وسيسحب منه كل الدعم الجماهيري اللي موجود. كثير من الشخصيات دخلت العملية السياسية يعني كبرلمانيين في الدورات السابقة على أساس أن هم مستقلين أو على أساس أن هم يراعون مصالح الشعب، لكن بمجرد دخولهم للبرلمان انتهى دور الشعب بالنسبة لهم وانغمسوا بملذات الفساد اللي موجودة داخل العملية السياسية، بالتالي فقدوا كل قواعدهم الجماهيرية. هل يكون هذا بضغط أو تهديد بالتالي يعني يجبرون على فعل ذلك؟ بالحالتين يصير، إما من ضغط وتهديد أو بالمغريات، وبالتالي هو مجبر أن يوافق. يعني الأحزاب اللي موجودة حاليا في السلطة تمتلك من القوة المسلحة والمال السياسي ما لا يستطيع أي نائب برلماني جديد أن يكف في طريقه، خصوصا إذا كان يعني مستقل بشخصه، يعني غير منتمي لجهة حزبية كبيرة. بالتالي هو مجبور أنه يخضع يا أما للمال السياسي يا أما للتهديد، وبالحالتين هو سيكون أداة بيد الأحزاب الكبيرة باستمرار عملية الفساد اللي موجودة واستمرار هزالة العملية السياسية اللي موجودة وترك مصالح الشعب خلف ظهورهم والانشغال بتلك المكاسب. هي العملية السياسية اللي موجودة في العراق هي تدار بهذه الطريقة، أنه الأحزاب الكبيرة تدفع، يعني خلينا أضرب لك مثل بسيط، الدعاية الانتخابية الآن في الانتخابات الماضية احنا شاهدنا الدوائر المتعددة
وحددوا انه كل منطقه يسكنها 100,000 شخص هم يعتبرون دائره انتخابيه. لما يصعد مرشح بها هذا المرشح سيجد امامه مرشحين لكتل كبيره تمتلك المال وتمتلك النفوذ، نفوذ عشائري ونفوذ سياسي ونفوذ مالي ونفوذ حتى يعني عسكري يعني مسلح. فبالتالي هذا يجد نفسه ضعيف، بالتالي امامه خيارين، يا اما القبول بالهزيمه او انه يخضع الى واحده من هذه الجهات المسلحه او الاحزاب اللي موجوده في السلطه ولديها المال السياسي يعني حتى فقط انه تدعمه في الحمله الانتخابيه مالته حتى يقدر يصعد. الارقام الفلكيه اللي صارت وصرفت على الانتخابات داخل الوحدات نقول الدوائر الانتخابيه الصغيره اموال وصلت الى المليارات، يعني تكفي لبناء العراق ككل، تكفي لبناء الكهرباء وتكفي لبناء المؤسسات كلها. استاذ سمير هذه الاحزاب صرفت اموال بامكانها ان تنقذ ال 40% الموجود من الشعب العراقي تحت خط الفقر الى ما فوق خط الفقر. نعم اسمح لي، صرفوا كثير من الاموال بسبب العمليه الانتخابيه، واللي يصرف هالقد اموال معناها انه راح يجي اموال غيرها، لانه ما معقول يصرف بس على مود يقعد بالبرلمان يشرع قانون، اكيد هو راح يستفيد من وجوده داخل البرلمان. كلام جميل. استاذ عبد القادر، اموال العراق التي تذهب التي توظف للانتخابات من اجل ان تدار عجله المكاسب الضيقه لصالح الاحزاب في العراق، يعني استبدال هذا بذاك، نفس الشخوص يعني يصارون إلى إعادة تدوير، وبالتالي عجلة العراق، البنى التحتية منهارة، لا يوجد مدارس، المستشفيات لا توجد، قلة في جميع مصادر الحياة، قلة حتى في متابعة أمور العراقيين فيما يخص موضوع الزراعة، فيما يخص موضوع الصناعة، فيما يخص موضوع البطالة، ازدياد معدلات الفقر، كل هذه الأمور. هل من المعقول أن أموال العراقيين تذهب إلى جيوب الفاسدين لكي يعني يعملوا مهرجانات للانتخابات وبالتالي يفوزوا هم، وبالتالي الشعب العراقي يظل ضمن دائرة الفقر، يظل ضمن دائرة العازة وبعيد عما يجري في العالم من أي تطورات؟ من وجهة نظرك 20 سنة أو 19 سنة على الاحتلال، ما الذي سيتغير مع وجود هؤلاء الذين يعني يتم إعادة تدويرهم بصفات مستقل وغير مستقل وتابع وإطار وإلى آخره؟ الثابت في العملية السياسية أنها بنيت على تدمير العراق، ومشروع التدمير الذي نقوله دائما والذي هو حقيقة سيكون بمثابة جديدة عطافة، هو سينتهي في 20 عاما من ذكرى الاحتلال، وبالتالي هؤلاء وجدوا لسرقة المال العراقي وتدمير مؤسسات الدولة، فبالتالي لا يمكن لهؤلاء أن يخرجوا من هذه الخطة، لأنهم هم رضوا بأنفسهم وسيلاحقهم هذا العار، حتى ذراريهم في المستقبل سيعيرون بأن آبائهم وأجدادهم كانوا عملاء التدمير وخطة تدمير الاحتلال للعراق، وهم من نفذوها بأيديهم ولم يجبرهم أحد على ذلك. لذلك هم حقيقة هم بنات عملية التدمير، يعني هم أركان بناء دولة التدمير في العراق، فبالتالي لن يخرجون من هذه المعادلة. فكيف يمكن أن يتم أو يتوقع أحد أو يتوهم أحد أنهم يستطيعون بعد 19 عاما سيغيرون منهجهم؟ هم لولا أنهم وافقوا على تدمير العراق لما حكموا العراق. لذلك هذا ابتداء. ثانيا، سيبقى الحال عليه على ما هو عليه حتى يتم إنهاء هؤلاء، لأنه دائما الورم السرطاني لا يمكن له أن يتم علاجه دون استئصال. طبعا بالتأكيد هناك إجراءات أولية، والشعب العراقي قام بهذه الإجراءات، وأظن أنه قادم ولن يتنازل عن مشروع التظاهرات الذي هو يطوق بمثابة تطويق هذا السرطان أو الغدة السرطانية من جسد العراق لحين انتزاعها. وهناك وسائل أخرى بالتأكيد، لكن هي التظاهرات سيدة الموقف الآونة الحالية. لذلك حقيقة القضية تتجه باتجاه انتزاع حالة، وهؤلاء سيبقون يسرقون المال العراقي، بل سيزداد الوضع سوءا في حال بقائهم. المتغير الوحيد أن الفاسدين يتغيرون، يتخم هذا السياسي بالمال ويأتي غيره
جائع بالمال العراقي ليسرق مرة ثانية وأكثر حتى يدخل. شكرا جزيلا أستاذ عبد القادر النايل الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب. شكرا جزيلا أيضا للأستاذ بهاء خليل الكاتب والصحفي العراقي، كنت معنا عبر سكايب. شكرا لضيوفي الكرام. أهلا بكم مشاهدي الكرام. في ختام هذه الحلقة نتساءل كالعادة، عندما يكون السياسي محتالا على الشعب هل يرتجى منه خيرا؟ ولكم الله العراقيين.